بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتلخيص الجدول الموجود في صفحة 135، جدول الحقيقة إلى طريقة أسهل في المذاكرة. عندي ثلاث بوابات، البوابة الأولى and و or و not. طبعا لابد كل بوابة نعرف كيفية تمثيلها. هذه الآند يدخل فيها مدخلين أو أكثر إكس واي مثلا، وتخرج عندي إف اللي هي المخرج. أما الأور فطريقة رسمتها مختلفة قليلا بهذا الشكل، يدخل فيها أيضا مدخلين أو أكثر ويخرج منها الإف. أما النات شكلها مثل المثلث، عبارة عن عاكس، بمعنى أي إكس إذا دخلت على هذه الدالة تخرج F، والF قيمتها بF عفوا X داش، الX تصبح X داش بمعنى معكوس. بمعنى آخر الF تساوي الX في Y. دالة الأور تعبر عن الجمع، بمعنى الF تساوي X زائد الY. أما هنا فالF تعطيني المعكوس X داش. نأتي إلى جدول الحقيقة. عندما تكون الـ X بصفر وعندما تكون الـ Y بصفر، فماذا ستكون قيمة الـ F؟ X في Y صفر في صفر بصفر. طيب عندما تكون الـ X بصفر والـ Y بواحد، الـ F ستكون بصفر لأنها عملية ضرب. عندما تكون الـ X بواحد والـ Y بصفر ستكون الـ F أيضا بصفر. وعندما تكون عندي الـ X بواحد والـ Y بواحد تكون عندي الـ F أيضا بواحد، لأنه واحد في واحد بواحد. نأتي إلى الـ OR. عندما تكون الـ X بصفر والـ Y بصفر ستكون الـ F بصفر. عندما تكون الـ X بصفر والـ Y بواحد تكون الـ F بواحد لأنه زائد. عندما تكون الـ X بواحد والـ F بصفر فأيضا ستكون النتيجة واحد. عندما تكون الـ X بواحد والـ Y بواحد ستكون الـ F بواحد. لماذا لم نقل اثنان؟ لأنه طبعا لغة الحاسب هي لغة 0-1، الاثنين غير موجودة في رموز النظام الثنائي. نأتي إلى الـ X. عندما تكون الـ X قيمتها صفر ستكون الـ F قيمتها واحد، الانفرتر عاكس. عندما تكون الـ X بواحد ستكون قيمة الـ F صفر. إذن لابد لنا من معرفة كل هذه الأمور قبل الدخول إلى تصميم البوابات المنطقية. هذا مثال موجود عندي في الكتاب صفحة 136. صمم تنظيما للبوابات المنطقية التي تنفذ الدالة المنطقية التالية: F تساوي X زائد Y داش زائد Y في Z داش. نقوم بتمثيلها بهذا الشكل. نأخذ كل عملية لوحدها حتى تسهل علينا عملية التمثيل. عندي دالة الأنت أو الضرب، طبعا اتفقنا على أنه سيدخل فيها مدخلين ويخرج مخرج واحد. عندي تدخل فيها الإكس الواي داش، بمعنى ستقوم بالانعكاس، الواي ستدخل على الانفرتر حتى تصبح واي داش، ثم تدخل إلى عملية الضرب. وهكذا بالنسبة للقوس الثاني، الواي نلاحظ طبعا لا يمكن تكرار الواي مرتين في الإدخال، هي الواي ستدخل إلى هذه الدائرة مرة واحدة. فنأخذ الواي بدون الداش، بمعنى من قبل الانفرتر. إذن الواي ستدخل هنا على البوابة الثانية. وبالنسبة للزد طبعا زد داش، فلابد من وجود الانفرتر او المعكوس حتى تصبح واي زد داش ثم تدخل على بوابة الضرب. كلا القوسين او كلا البوابتين ستدخل او مخرجها سيدخل الى بوابة الاور اللي هي الزائد لتخرج لنا في النهاية بالاف. نقوم بتطبيق مباشر. اذا كانت الاكس عندي مثلا، إذا كانت الإكس عندي بزيرو والواي بواحد والزد
بواحد، فماذا ستكون الاف؟ نقوم بتعويض مباشر على الأقواس. الإكس بصفر ضرب الواي داش بمعنى عكس الواي زيرو زائد الواي بواحد في الزد داش بمعنى المعكوس زيرو. إذن ماذا ستكون النتيجة؟ عندي صفر زائد صفر يعطيني صفر. يمكن التعويض على نفس الرسمة، أن تكون الإكس مثل ما قلنا بصفر، والواي بواحد، والزد بواحد، فالواي طبعا هنا ستقلب إلى زيرو، فزيرو ضرب زيرو ستخرج من هنا بزيرو، أما الواي عفوا الزد ستكون هنا واحد، ثم تأتي إلى هنا بالصفر، ستأتينا الواحد من هنا، واحد في صفر بصفر، ستدخل الصفر والصفر لينجمعان مع بعضهما البعض ويخرج صفر في الأخير. إذن سواء طبقنا هنا أو طبقنا في الرسم ستكون النتيجة واحدة. عندي مثال آخر في الكتاب صفحة 138، المطلوب مني تبسيط هذه الدالة ثم رسمها، طبعا باتباع قواعد الجبر البولياني. سنستخدم إحدى هذه القواعد في التبسيط. طبعا عندي هنا حدين، هذا الحد وهذا الحد، ما هو الشيء المشترك بينهم؟ المشترك بينهم طبعا الاف ستنزل كما هي، العنصر المشترك بينهم الاكس داش، فماذا سيتبقى عندي؟ واي زائد واي داش. حسب قواعد الجبر البولياني الرقم وعكسه سيعطيني واحد، بمعنى ان الاف ستساوي اكس داش في واحد. إذا نتيجة هذا القوس، جميع هذا القوس هو واحد، إذا النتيجة هي إكس داش. وبرسم هذه الدالة، لأن المطلوب عندي تبسيط الدالة ثم تصميمها، فتصميمها الإكس ستدخل إلى العاكس لتخرج لي طبعا لتصبح إكس داش، والنتيجة هي الإف. فهذه عندي تصميم بعد التبسيط. عندي تمرين في الكتاب صفحة 146، تمرين 15 فقرة ألف، المطلوب مني تصميم هذه البوابات المنطقية للدوال التالية. لتسهيل عملية التصميم لابد من أخذ كل عملية لوحدها. عندي في البداية عملية الأند أو الضرب، طبعا اتفقنا على رسمها بهذا الشكل. عندي بالنسبة للقوس الأول Y وزد، القوس الثاني عندنا اكس وزد داش، اذا الزد ناخذها من البوابة الاولى، الزد ناخذها من هنا وندخلها على انفرتر، ثم ندخلها الى البوابة بوابة الاند، وعندي ايضا الاكس. كلتا الناتجين او كلا الناتجين سيدخلون الى بوابة الاور لتنتج عندي الناتج أو الإف. فقرة باء من نفس السؤال 15، عندي دالة الزائد أو الأور، إذن سيدخل عندي الإكس والواي، وبالنسبة للقوس الثاني سيدخل عندي زد داش، بمعنى زد داش ستدخل إلى دالة الأور بالإضافة إلى التي، ثم كلاهما يدخلان إلى دالة الأند لينتج عندي مخرج جديد. عندي سؤال فقرة ألف من سؤال 16 صفحة 146، بسط الدائرة، إذا مطلوب فقط التبسيط بدون الرسم. لسهولة العمل لابد من وضع أقواس لأخذ عامل مشترك من كل قوسين. إذا عندي هذه القوسين العامل المشترك فيهم هي Y، فيتبقى عندي x زائد x داش، ثم القوسين الثانيين عندي الواي داش هي المشترك، فيتبقى لي x زائد x داش. حسب قواعد الجبر البولياني هذا سيساوي واحد، الرقم وعكسه، إذن y في واحد زائد y داش في واحد
سينتج عندي y زائد y داش حسب أيضا نفس القاعدة، هذا كله سيساوي عندي الواحد. إذن تبسيط هذه الدالة هي الواحد.